بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف الثاني الإعدادي، دلوقتي هناخد الوحدة الثانية أو الجزء الثاني في الهندسة، هنتكلم فيها على المثلث المتساوي الصقر. طيب إحنا عارفين من زمان من ابتدائي أنواع المثلثات من حيث الأضلاع. في مثلث مختلف الأضلاع، مثلث متساوي الصقين، مثلث متساوي الأضلاع. مثلث مختلف الأضلاع يعني الثلاث أضلاع مش قد بعض. مثلث متساوي الصقين يعني في ضلعين اثنين بس قد بعض. مثلث متساوي الاضلاع يبقى برافو، يبقى الثلاث اضلاع قد بعض. طيب تعال نشوف بقى دراستنا هنركز فيها قوي على المثلث المتساوي الصقين والمثلث المتساوي الاضلاع. لو انا جيت رسمت لك مثلث متساوي الصقين زي الرسمه اللي قدامك كده، عندك ا ب بيساوي ا ب، في بعض المصطلحات المهمه قوي اللي انت تكون فاهمها وعارفها وعارف فين مكانها على الرسم. يعني ايه مثلا؟ يعني انت عندك ا ب بيساوي ا ب، دول الضلعين بيساوي بعض، الضلعين اللي بيساوي بعض بنسميهم ساقين، يعني ا ب يبقى ساق و ا ب ج يبقى اسمه ساق، تمام؟ و ب ج الضلع الثالث بنسميه قاعده. طيب كده الاضلاع، نخش على الزوايا بقى. الزاويه اللي بين الضلعين اللي بيساوي بعض بسميهم زاويه الراس، والزاويتين اللي عند القاعده بسميهم زوايا القاعده، زوايا القاعده زي زاويه ب و ج. الحاجات دي مهمه جدا يا شباب، ان انت تعرف يعني ايه ساق وفين مكانه، قاعدة، زاوية رأس، زوايا قاعدة. طيب تعالوا بقى نتكلم دلوقتي على نظريات المثلث المتساوي الصقين. أول نظرية بتقول لك إيه؟ زاوية القاعدة أهو، زاوية القاعدة، لازم تبقى عارف يعني إيه زوايا القاعدة. زاوية القاعدة في المثلث المتساوي الصقين متطابقتين، متطابقتين يعني متساويتين. طب نشوف الكلام. لما اجي اديك مثلث ا ب ج، اجي اقول لك كده تلقائي، لو انت عندك مثلث ا ب ج، عندك ا ب بيساوي ا ج، ادي ضلع بيساوي ضلع، يبقى الزاويه بتساوي الزاويه، يبقى قياس زاويه ب هتساوي قياس زاويه ج، وده برهان النظريه للدراسه. ده للدراسه فقط. يبقى لما اجي اقول لك ا ب بيساوي ا ج، يبقى انت تيجي تقول لي يبقى زاويه ب تساوي زاويه ج. تعال نشوف امثله. اهو في ضلعين بيساووا بعض في اول رسمه، يبقى زاويه س بكام يا شباب؟ يبقى زاويه س برافو ب 50 درجه. طيب نيجي هنا، شاف الساقين اللي بيساووا بعض؟ تمام. الزاويه ال 54 اللي مدالك دي زاويه ايه؟ ايوه دي بين الساقين، يبقى اسمها زاويه الراس. طب هتجيب بقى الزوايا القاعده ازاي اللي هي ص؟ يبقى هنيجي نقول له 180، انت عارف زوايا المثلث كلها 180، يبقى 180 ناقص 54 هيديك الزاويتين القاعده، تقوم قاسمهم على الاثنين بيديك كل زاويه لوحدها، يبقى الزاويه هتساوي 63 درجه. علامه الدرجه ديت يا شباب. نيجي هنا عندك الساقين بيساووا بعض اهو، زاويه 2 دي زاويه الراس، الزاويه دي 42. انت بتجاوب بس من غير برهان، هو مش مطلوب منك برهان، انت بتجاوبها كحسبه عاديه. يبقى الزاويه المقابله ليها 42، يبقى زاويه ن 180 ناقص 42 زائد 42 على، يبقى زاويه ن 96 درجه. تمام، عايز زاويه ايه؟ زاويه ايه دي خارجه عن المثلث وانت واخد في سنه اولى، قياس الزاويه الخارجه بتساوي مجموع الداخلتين ما عدا المجاوره؟ لا، يبقى ممكن تيجي تقول لي ان زاويه ايه اللي خارج المثلث هتساوي 42 زائد 96، يبقى هتديك 138 درجه. ادي رسمه ثانيه. فكر بقى. ها يبقى س هتساوي 50. احسب بقى كل شكل لوحده. هتاخد المثلث الاولاني اللي فيه زاويه 80، الضلعين بيساووا بعض، يبقى س زاويه القاعده، يبقى 180 ناقص 80 على الاثنين، يبقى زاويه س ب 50. عايز زاويه عين، خش في المثلث الثاني، عين دي قاعده مع ال 64. خلاص؟ وانت جايب السين هتبقى 124 درجه، عايز العين 124 وعايز الصاد هتساوي 32 درجه، وهكذا كل دي. فكر في المسائل ديت. ونتناقش فيها. احسب كل زاوية، قفل كل مثلث لوحده. طيب تعال نشوف بقى النتيجة دي بتقول لك ايه.
قلت لك اذا كان المثلث متساوي الاضلاع ماله، ايه اللي هيحصل؟ احنا قلنا يبقى كل زوايا متساويه وكل زاويه بتساوي 60 درجه. طب تعالى نشوف بقى مساله برهان. بيقول لك في الشكل المقابل ا ب ج مثلث متساوي الاضلاع، يلا متساوي الاضلاع يبقى مفهوم، يبقى قياس كل زاويه من زوايا بكام؟ ب 60 درجه، كاتب على الرسمه كل زاويه ب 60 تمام. وعندك ب ج بيساوي ج د، عايز يثبت ان ا ج، عايز يثبت ان ب ا عمودي على ا د. طب تعال نشوف البرهان. عندك المثلث ا ب ج متساوي الاضلاع، يبقى قياس كل زاويه من زوايا ب 60 درجه تمام. تمام، عندك زاويه ب ج ا خارجه عن المثلث ا ج د، يبقى بتساوي مجموع الداخلتين، يعني هتساوي ا ود مع بعض، يعني ا ود مع بعض بتساوي 60، يبقى كل زاويه بكام؟ ب 30 تمام. يبقى زاويه ج ا د ب 30، وانت لسه قايل من شويه ان ج ا ب ب 60 مجموعهم 90، يبقى زاويه ب ا د بتساوي 60 زائد 30 بتساوي 90، يبقى ب ا عمودي على ا د. طب تعال نشوف الشكل المقابل. عندك ا ب بيساوي ا د، يبقى المثلث ا ب د متساوي الساقين. طبعا فهمت، يبقى زاويه ا ب د هتساوي قياس زاويه ا د ب، طبيعي اهو تمام. طيب وانت عندك ب ج بيساوي ج د تمام، يبقى قياس زاويه ج ب د بتساوي قياس زاويه ج د ب تمام. ها ايه المطلوب بقى؟ عايز يثبت ان زاويه ا ب ج تطابق زاويه ا د ج. طب يا سيدي ما انت لسه قايل هتجمع بس الزوايا اللي انت لسه مبرهنها دلوقتي، يعني انت دلوقتي في المثلث ا ب د ا ب بيساوي ا د تمام، يبقى قياس زاويه ا ب د هتساوي قياس زاويه ا د ب. طب في المثلث ج ب د ج ب بيساوي ج د، يبقى قياس زاويه ج ب د هتساوي قياس زاويه ج د ب. هتجمع مع بعض الطرفين واحد واثنين هينتج ان زاويه ا ب ج هتساوي زاويه ا د ج، يبقى زاويه ا ب ج تطابق زاويه ا د ج. بعض التدريبات فكر فيها، ودي الإجابة عشان تتأكد. محتاج تفكر تاخد كل مثلث على حدة. تعال بقى نشوف ايه نظريتنا. نظريتنا بتقول لك ايه بقى؟ إذا تطابقت زاويتين في مثلث فإن الضلعين المقابلين من هاتين الزاويتين يكونان متطابقين ويكون المثلث متساوي الساقين. إيه الغرض من النظرية دي؟ الغرض إن أنا أثبت إن المثلث متساوي الساقين. عايز أثبت إن المثلث متساوي الساقين. طب هو إمتى يكون المثلث متساوي الساقين؟ لما يكون في زاويتين بيساووا بعض، يبقى في ضلعين بيساووا بعض. والبرهان بتاعها قدامك أهو للدراسة. إذا تطابقت زوايا المثلث فإنها يكون متساوي الأضلاع. تمام، عندك مثلا في كل من الأشكال الآتية، عايز نكتب الأضلاع اللي بتساوي بعض. عندك أول شكل، أنت عندك زاوية ب بتساوي زاوية ج، يبقى الضلع أ ب هيساوي الضلع أ ج. طيب تعال نشوف هنا، زاوية س ب 36 وزاوية ع ب 72. خلاص؟ نجيب زاوية ص، لما نجيب زاوية ص هنشوف مين اللي هيساوي مين. أني زاوية هتساوي أني زاوية؟ طبعًا من زوايا المثلث كلها 180، يبقى زاوية ص بتساوي 180 ناقص 36 ناقص 72 هتديك 72. إذا يبقى ص بتساوي ع، يبقى زاوية ص بتساوي زاوية ع، يبقى س ص الضلع بيساوي الضلع س ع. نفس الحكاية هنا، ما تقدرش تحدد مين بيساوي مين إلا لما تجيب الزاوية الثالثة. أنا عندي هنا زاوية د هي اللي ناقصاني، يبقى 180 ناقص 50 ناقص 65 هتديك 65. يبقى زاوية د هتساوي زاوية واو، يبقى الضلع ه واو هيساوي الضلع د ه. تعال نشوف بقى مثال تاني. هنا زاوية لام هتساوي 57 طبعا بالتقابل بالرأس. هبتدي اجيب زاوية نون، ولما اجيب زاوية نون يبقى انا كده زوايا المثلث عرفتها تمام، يبقى ساعتها اعرف ان ميم لام بيساوي ميم نون، وهكذا. تدرس وتطلع زوايا الشكل وعلى اساسها هتقدر تحدد مين الضلع اللي بيساوي. برضه نفس الحكايه، فكر
وقول تعال نشوف المسألة ديت يا شباب كده بتقول ايه؟ بيقول لك في الشكل المقابل عندك ا ب ج مثلث فيه ا ب بيساوي ا ج س ص بيوازي ب ج، اثبت ان المثلث ا س ص متساوي الساقين. المعطيات ا ب بيساوي ا ج س ص بيوازي ب ج، تمام. زي ما انا قلت لك كل حاجة في المعطيات لها فايدة. يعني ما بيديكش حاجة في المعطيات الا لما تستغلها. طب هنا بيقول لك ا ب بيساوي ا ج، ضلع بيساوي ضلع. يبقى زاوية هتساوي زاوية، يبقى ا ب بيساوي ا ج، يبقى قياس زاوية ب بتساوي قياس زاوية ج. طيب ما انت عندك س ص بيوازي ب ج، ما دام في توازي يبقى في زوايا بتساوي بعض، لا اما بالتبادل، لا اما بالتناظر، لا اما مجموعهم 180 بالتداخل. ادي الرسمة قدامك اهي، بيقول لك هنا في المثلث ا ب ج، انت عندك ا ب بيساوي ا ج، زي ما انا قلت لك يبقى قياس زاوية ا ب ج هتساوي قياس زاوية ا ج ب. تمام، دي نمرة واحد. س ص بيوازي ب ج و ا ب قاطع، يبقى قياس زاوية أ س ص هتساوي قياس زاوية أ ب ج بالتناظر. وبرضه بالمثل أ ص قياس زاوية أ ص س هتساوي قياس زاوية أ ج ب بالتناظر. من واحد واثنين وثلاثة هستنتج إيه بقى؟ زي ما زوايا القاعدة ب و ج بيساوي بعض، يبقى زاوية س و ص هتساوي بعض. يبقى إذا قياس زاوية أ س ص هتساوي قياس زاوية أ ص س، يبقى كده ضلعين بيساوي بعض، يبقى إذا المثلث أ س ص متساوي الساقين. المسائل دي من المسائل المهمة جدا. تعال نشوف مسألة زي كده، بيقول لك ا ب ج مثلث قائم الزاوية في ب، قياس زاوية ج 30 درجة، د بتنتمي ل ا ج بحيث إن د ب بيساوي د ج. اثبت إن المثلث ا ب د متساوي الأضلاع. طب تعالوا بقى نشوف كده. آدي الرسمة أهي. ب د المتوسط. يبقى ب د هيساوي نص ا ج، يعني هيساوي ا د. طيب وقياس زاوية ج ب 30، يبقى ا ب هيساوي نص ا ج اللي هو ا د برضه، يعني ا ب هيساوي ا د، يبقى المثلث متساوي الاضلاع. تعال نشوف كده برهان النظر او برهان المسألة. بيقول لك في مثلث د ب ج، ده برهان غير اللي انا قلته، بس برضه ده ايه سليم، واللي انا قلته برضه ايه سليم. عندك د ب بيساوي د ج، يبقى قياس زاوية د ب ج هتساوي 30 درجة وبتساوي قياس زاوية ج. عندك في المثلث ا ب ج قياس زاوية ا ب ج 90 وده ب ج 30، يبقى قياس زاوية ب ا د 60 درجة. عندك قياس زاوية ا د ب خارجة عن المثلث ب د ج، يبقى قياس زاوية ا د ب تساوي مجموع الداخلتين هتساوي 60 درجة. يبقى في المثلث ا ب د مجموع قياسات زاوية المثلث الداخلة 180، يبقى قياس زاوية ا ب د بتساوي 60 برضه، يبقى الزوايا متطابقة، يبقى يبقى الاضلاع متطابقه، يبقى المثلث ا ب د متساوي الاضلاع. في الشكل المقابل ا ب بيساوي ا ج طبيعي، يبقى قياس زاويه ا ب ج هتساوي قياس زاويه ا ج ب. تمام، قياس زاويه ب ا ج 48 درجه، ج د ينصف زاويه ب ج ا واقطع ا ب في د، عايز قياس زاويه ب وعايز قياس زاويه ب ج د. طب انت عندك ا ب بيساوي ا ج، يبقى قياس زاوية ب هتساوي قياس زاوية ج، يبقى قياس زاوية ب هتساوي 180 ناقص 48 على 2، يبقى 132 على 2 66 درجة. طب انت عندك ج د بينصف زاوية ب ج أ، يبقى قياس زاوية أ ج د بتساوي قياس زاوية ب ج د هتساوي نص قياس زاوية ج، يبقى هتساوي 33 درجة. الشكل المقابل أ ب ج مثلث، ا ج بيساوي ج ب، ا د بيوازي ب ج، قياس زاوية د ا ج 30، يمكن قياسات زوايا المثلث ا ب ج. طب تعال نشوف البرهان. عندك ا د بيوازي ب ج، يبقى قياس زاوية د ا ج هتساوي قياس زاوية ج 30 درجة بالتبادل. عندك ا ج بيساوي ب ج، يبقى قياس زاوية ج ا ب هتساوي قياس زاوية ب ا ج هتساوي 180 ناقص 30 على 2 يعني 75، يبقى أنا كده جبت كل زوايا المثلث. في الشكل المقابل ا ب ج مثلث متساوي الاضلاع، ب ج بتساوي ج د، عايز يثبت ان ب ا عمودي على ا د. انا برهنت لك المساله دي قبل كده، خد بالك.
في الشكل المقابل قياس زاوية ألف 50 درجة، ألف ب بتساوي ألف ج، مثلث د ب ج متساوي الأضلاع، عايز قياس زاوية ألف ب د. تمام؟ تعالى بقى نشتغله بإيه؟ مثلث مثلث. أنت عندك المثلث ألف ب ج في زاوية، عندك ألف ب بتساوي ألف ج، يبقى قياس زاوية ألف ب ج بتساوي قياس زاوية ألف ج ب هتساوي 180 ناقص 50 على الاثنين، يبقى تساوي 65 درجة. وعندك المثلث ب ج د تساوي الاضلاع، يبقى قياس كل زاويه ب 60، يبقى قياس زاويه ا ب د 60 زائد 65 125. تعال نشوف كده البرهان اهو، مثلث ا ب ج، عندك ا ب بيساوي ا ج، يبقى زي ما قلت لك يبقى ضلع بيساوي ضلع، يبقى زاويه بتساوي زاويه، يبقى قياس زاويه ا ب ج بتساوي قياس زاويه ا ب ب، يبقى كل زاويه ب 65 درجه، مثلث د ب ج تساوي الاضلاع، يبقى قياس كل زاويه ب 60 درجه، يبقى قياس زاوية ا ب د 65 زائد 60 125 درجة. رسمة تانية برضه أنا برهنت لك المسألة دي قبل كده، راجع معايا. زاد التوكيد في الشكل المقابل، عندك ا ب بيساوي ا ج، يبقى قياس زاوية ب هتساوي قياس زاوية ج، وبيديك زاوية ب ا د بتساوي قياس زاوية ج ا ه، عايز يثبت ان ا د بتساوي ا ه. هنا بقى نرجع لحاجه قديمه اللي هو التطابق. انت عندك ا ب بيساوي ا ج، يبقى قياس زاويه ا ب ه هتساوي قياس زاويه ا ب د، يبقى في المثلثين ا ب ه و ا ب د عندك ا ب بيساوي ا ج ده معطى، وعندك قياس زاويه ب ا د بتساوي قياس زاويه ج ا ه ده معطى، وعندك قياس زاوية ألف ج م تساوي قياس زاوية ألف ب د، أنت لسه ثابتها من شوية، يبقى المثلثين متطابقان، وينتج من التطابق إن الألف د بتساوي الألف ه، والب د بتساوي الج ه.